تأسيس أشياء تعتمدها القوى السياسية مستقبلا. تأسيس تأسيس إيش سيد سيد مجد؟ هم ما حد يوثق بالثاني، كيف يتفقون على تأسيس شيء؟ هذا الأمر أسأل سيد ينادم، يعني سيد مهدي غزال يتحدث عن تأسيس شيء جديد تقوم عليه العملية السياسية، إذا أنتوا واحد يخون الثاني تتحدثون عن مشاكل مستمرة 19 سنة صار لكم بالسلطة كطبقة سياسية، أنا لا أقصدك أنت سيد ينادم، كطبقة سياسية 19 سنة صار لكم بالسلطة من 2003 وحتى اليوم، هناك مشاكل مستمرة والجميع يتحدث عنها، هناك فساد مستمر والجميع يتحدث عن الفساد، هناك تخوين والجميع يتحدث عن التخوين، هناك عدم ثقة والجميع يتحدث عن عدم الثقة، هناك تدخلات خارجية والجميع يتحدث عن التدخلات الخارجية. شلون نوثق بهذه الطبقة السياسية؟ يعني نشعر ربما بالخجل، يعني ألا يشعركم هذا الأمر بالخجل حقيقة؟ يعني أنا قبل قليل تحدثت عن هذا الأمر. إحنا عندما جئنا للحكم 2003 جئنا مشحونين، وكل واحد قاعد ركبه ونص مقابل الثاني أو خايف من الثاني، إذا كان على مستوى سياسي أو قومي أو مذهبي، وهذا اللي جاب لنا الطائفية، وهذا اللي جاب لنا داعش، وهذا اللي جاب لنا خراب البيت. فإذا إحنا ما نرحل منطقتي ومنطقتك، قوميتي قوميتك، ومذهبي مذهبك، ما نجي على سقف المصالح الوطنية، الوطن يجمعنا فقط، والشعب العراقي هو أكبر من أي كتلة وأكبر من أي مذهب وأكبر من أي قومية، الشعب العراقي هو الأكبر. إذا ما نرجع على الصالح الوطني والسقف المصالح الوطنية تجمعنا، راح يستمر الوضع من سيء إلى أسوأ. كلامك صحيح، ومنذ الأول صارت تهمة علينا عندما نناشد بالوطن والوطنية، صارت تهمة علينا من قبل البعض، لكن يدعون. نعم، اليوم الكل اعترف، الكل اعترف في مناسبة تأسيس منظمة بدر، كل اعترف أنه بفشل. طيب إذا فشل منه، أنتم كنتوا بقيادة العملية السياسية ولا لازلتم؟ إذا صادقين نحن فلازم نراجع نفسنا، نراجع مواقفنا، كفى كفى يعني كفى. فالمشكلة هنا هي قيادات. الأخوية هنا قبل شوية قال 7 شخصيات، فعلا هي 7 8 روح 10، هم اللي يقررون مصير البلد، يتغيرون. يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا هو ما يغير ما يتغير الوضع. أصح السيد الرئيس وزراء، عفوا السيد رئيس الجمهورية، قال 5 أشهر مضت، 6 أشهر مضت مو 5، ولكن النائب والكتلة جاي تمارس حقها الدستوري. الدستور لم تركها نهايات سائبة، ما قال إذا ما قدرنا 30 يوم إيش راح نسوي بعدين، فظلت هالشكل سائبة مفتوحة. والسيد رئيس مجلس القضاء حكى قبل فترة بس كان رسالته متأخرة شوية، وهكذا رئيس الجمهورية حشب بالتعديل لكن همنا متأخرة. يعني كنا نقدر نعدل 4 5 نقاط، ما نروح على نقاط الخلاف السياسي القومية أو السياسية، على هاي المسائل الشكلية بالحكم، آليات الحكم ما عدلناها. ليش؟ لأنه ما اتفقنا على قضية كركوك، ما اتفقنا على المادة 141 وإلى آخره، وظل الدستور 2007 التعديل الأول 50 مادة تركت على الرف، و2019 همنا عدلنا وتركت على الرف. المشكلة هنا، نعم هناك نقص بالدستور بحاجة إلى معالجة حتى لا نبقى شكل سائبة وتبقى مفتوحة، وكل واحد يريد يدافع عن وطن مثل ما تفضلت، لكن هو يريد مالته، مالاته يريد.